الوداد البيضاوي هزيمة بثلاثة أهداف. رجاء بني ملال يتجرع من الكأس نفسها وبالنتيجة ذاتها. خسارة أمام ضيفه نهضة بركان وضعت الفريق الملالي على مرمى من خط الهبوط رسميا. الرجاء وكله رجاء كان يمني النفس بتوثيق انتصاره الأخير. الدقيقة 18 حملت الهدف الأول لنهضة بركان. المالي مصطفى كوندي لم يضيع الكرة التي تلقاها على طبق من ذهب. رجاء بني ملال ضغط بشتى وسائله وعيا منه أن لا نتيجة تقبل غير الانتصار، وكاد خلال هذه المحاولة أن يعدل النتيجة، لكن جواد عزيز افتقد اللمسة النهائية. وفي ظل الزحف الملالي المتواصل، نهضة بركان يخطف في الدقيقة 39 هدفا ثانيا عن طريق اللاعب نفسه مصطفى كوندي. في الشوط الثاني ومن دون ملل، وصل رجاء بني ملال سعيه إلى تعديل النتيجة بمحاولات اختلفت حدتها، لكن نهضة بركان اعتاد على المفاجأة. محمد عزيز يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 65. رجاء بني ملال استغل فرحة الفريق البركاني وقلص الفارق عن طريق نبيل كولاص. طبعا احنا خدمنا الاسبوع كامل، عرفنا بان الفريق رجاء بني ملال اخر مباراه فاز على الوداد البيضاوي، وعرفنا المباراه ما كانتش سهله، فاحنا وجدنا لها وانتصار كان مستحق بالنسبه لنا وحظ اوفر ان شاء الله رجاء بني ملال. حضرنا اللاعبين لهذه المقابله، دخلنا المقابله على احسن ما يرام، فكنظن بان كان شويه ديال الحظ مع فريق مدرب كان يضر، لانه قام بهجوم او اثنين في الشوط الاول فكانوا فعالين وسجلوهم، جاونا عده فرص باش نرجعوا في المقابله، فالحظ لم يكن بجانبنا. كنتمنى نحاول نرجعوا في المقابلات الجايه، ومن هذا المنظر من هذا المنبر كنطلب الاعفاء ديالي من تسميه المشوار داخل الفريق. رجاء بني ملال قدم اداء عاليا، لكن هذا الاداء لا يسمن ولا يغني من جوع في وقت اصبحت فيه النقطه الواحده تزن ذهبا، ونهضه بركان عاد بنقاط جعلته في وضع افضل من غيره.